ما بين ميزان. صباح الخير، صباح النور اعزائنا المستمعين اللي تابعوا فينا على 90.3 وعلى 3w.lhayat.fm، برنامجكم ما بين ميزون اللي كل مره نحاولوا نشوفوا موضوع جديد ومتجدد، وهذا الكل بطبيعه مش يكون مع الهام بوحديده مهندس تصميم داخل. صباح النور. صباح الفل ارو لاباس. صباح الهام. الحمد لله. باه الهام، شنو ما مش نحكيو اليوم؟ على شنو مش نحكي اليوم؟ مش نحكي سبيسيالمون على توسكي ديكوراسيون بالبلاتر بالجبس، خاطر الجبس توا ما عادش نعملوا به كان البلافون. مش نقول لك الهام، احنا كي تقول جبس مش نقولوا بلافون، راه فوق بلافون اوتوماتيكمون نحطوه في البلافون. توا لي ولينا فما لارج شوا نتاع ديكوراسيون بالجبس، نجمو نعملوها ونجمو نستغلوه في الاسباس نتاعنا. مثلا نلقاوه في الميور تي في، توا نعمل الميور تي في نتاعي ما نحطش تلفزه ديريكت على الحيط، نجم نعمل وراه مثلا بلاتر فيه كاش لوميير، فيها الالوان اللي انت تحب عليه، يبدا هكا الفليم تاع لون مزيان. فوالا كيما قاعدين نشوفوا توا ديجا في التصاور اللي جبتهم لنا انت الهام، نلقاو معناها كيفاش التي في الكادر نتاعها مش يكون بالجبس هكا ولا بخلاف، يبدا معاها مثلا دينيش، يبدا معاها ديزيتاجير. فوالا ديجا فورم سيركولير مزيان برشا. هذيك توا كي تراه مثلا تمشي في بالك حاجه اخرى بوا ولا فهمت، وهو تلقاه هذيك جبس فهمت. خاطر توا يستعملوه في الصالون، في الصالون ولا الا حتى اذا كان عندنا بيت نوم كبيره على الاخر، نجم نستغلوا الاسباس معناها اون فاس نتاعها ونعملوا لها هكا كوم تروك هكا. تنجم غير حتى انت ما تقعد تبني في حيط ولا تزيد حيط، توا تعمل البلاكو هذايا جبس، معني خاطر الابليكاسيون نتاعو سهله مش صعيبه، ما تكلفش برشا هكا ولا هذاك. ديما احنا راهو نقولوا ديما الانفستيسمون تاع البنيو تاع الدار اون جينيرال راهي تتكلف برشا، دونك نجيو مش نعملوا في الفينيسيون اللي هي ديما يقول لك، حتى من يقول لك اسال مجرب ما هذاك يبخلوا برشا، يبخلوا عليها على مصروف ونعمل كل شيء، نجي في الفينيسيون سي بون. اللي هي تقول يحب يطلع حاجه مزينه، يطلع حاجه مزينه. دونك لهنا انت جبت لنا فكره مزينه برشا الهام، اللي هي نعملوا حاجات وما تستحقش، نعملوا حاجات تاع ديكوراسيون وما تستحقش التكلفه نتاعها ما تكونش كبيره برشا، كيما انت لهنا قلت لنا بالجبس نجموا نعملوا هكا دي تريك محلاهم ونعملوا دينيش نحطوا فيهم اللي نحبوا عليهم. زيد في الديكوراسيون تاع الحيوط زيد كيف مثلا، يبدا عندك حيط فارغ ما لقيت انت ما تعمل فيه، تنجم تعمل فيه دي كادر دي مولي تسميو دي مولور، هذوك زيد بيتعملوا بالجبس، تاخذ القياسات وتعمل دي كادر، تعمل هذوما يزيد يملاو الحيط. المهم توا سوبوزون انا عندي عرسه مقلقتني في الدار، منظرها ما عجبنيش، شنو نعمل؟ هذيك تنجم تغلفها زاده بال احمد، قال لي نهدها، ماني باش نطيحوا الدار الكل، نهدوا فيها العرس في الديار ما يتمسوش، واش مش نعملوا لهم؟ فما هكا توش مزيانه نعملوها لهم. تنجم تعملوا ريفيتمون بالجبس كيما بالبوا، بطبيعه حكينا المره اللي فاتت على البوا، ديما تلقى حلول راهو. مثلا كي تسالني انا بالطبيعه فهمت، كل شيء عنده حل، كل شيء تنجم تلقى له حاجه مزيانه تتصرف فيها فهمت. كيف زيدان هو اللي هما هذوما نعملوا، تلقى مثلا اونتريم تاع دار هذوك كليزاغ هذوك زيد تعمل بهم اونتريم تاع دار، كيما راوهم مثلا في ستيل ارابيسك يعملوا زيد كلي موتيف هذوك يعملوهم زيد بالجبس. شنو اخر لينيش زيد فما هذوما زيد بخلاف الميور تي جي هذاك، نجم زيد نعملو دينيش فيهم مع هكا دي زيليمون ديكوراتيف وكل حاجه، يعطيو حاجه مزيانه، نحطو فيهم اي حاجه. ديجا لينيش هذوك نجمو نستغلهم في اي حاجه، كما قلت انت في المره اللي فاتت في الحصه اللي فاتت، نجمو نستعملوهم بالبوا اللي ديجا نذكروا الساعده المستمعين. راهو اذا كان فاتتكم الحلقه مش تلقاوها على الباج اوفيسيال فيسبوك وترجعوا تشوفوا وتعرفوا علاش قاعدين نحكي، ونحنا ديجا عملنا حاجات مزيانين برشا باللوح، واليوم مش نعملوا حاجات مزيانين برشا بالجبس. دونك الهام معناه احنا يلزمنا نتصرفوا في الدار ويلزمنا نشوفوا، ديما نقولوا باقل التكاليف، خاطر معناها يلزمنا نسهلوا على الناس الكل، نطلعوا حاجه مزيانه اون ميم طون تبدا ايكونوميك. غير ملي تمشي تشري حاجه انت غاليه وتتكلف، لكن تنجم انا قلت لك بموادغ دي شوز تنجم تطلع حاجه مزيانه. دونك لهنا احنا هنا نعطيو افكار وكل قدير وقدر وكل واحد شنو يحب، معناها احنا ديجا هنا نسهلوا الشواع الساده المستمعين. بالطبيعه زاد نجموا نحكيو على لي سيباغاسيون بالبلاكو، تو ما عادش مثلا تبقى تهز في حيط انت
وتبني وكل شيء لي بلاكو هذا يعملوه سيباراسيون وهو او ميم طون يبدا فيه ايزولاسيون تيرميك وفونيك ما يعاديش الحس هذا تحفونا برشا ليزولاسيون مثلا انا عندي بيت نتاع صغار دخلني يحبوا يقراو وعندي صالون فيه تي في نجم تعمل سيباراسيون نعملو سيباراسيون بالبلاكو هاني قلت لك ما يعديش الحس وتنجم او ميم طون تعمل فيه حاجات نتاع ديكور ديما نعملوا فيهم حاجات مزيانين نتاع ديكوراسيون يبدا مثلا ميغبا ولا حاجه من نوع هذايا عندك حاجه اخرى بور لو مومون هذوما اكثر حوايج نجمو نستعملوهم في الجبس بخلاف البلافون العادي بيان سور البلافون العادي اللي سو كاش لوميير تو ولاو نستعملوهم في برشا حاجات هذوما ما عادش كيما قلنا تحسوا الجبس الهام ما يموتش هكا ولا ديما كوندونس نتاعو خارج ديما يطلعوا فيه حاجات جدد فوالا ديما يطلعوا فيه حاجات مع لي سبوت مع اللوميير نتاعو يعطي شالور مزيان حاجه مزيانه دونك معناها حتى في البلافون في الفو بلافون طالعين دي توندونس مزيانين كي يبداو دي كادر وتحتهم اللوميير كاش لوميير تبدا مزيانه على الاخر حتى لي ريدو نقراو لهم حسابهم هذيك كاش ريدو بطبيعه تخلي له بلاصتو معناها دي حاجات مزيانين برشا نستعملوهم بالجبس ودي توندونس طالعين حاجات سامبل تعرف انت كيفاش تتصرف في الاسباس نتاعك ديما نلوجوا على السامبليسيتي الهام خاطر هي تطلع حاجه مزيانه وتطلع حاجه سامبل كيما نقولوا ديما السامبل تطلع به ديما انا نقول كتوش نتاع الطبيعه المحلاها اي حاجه دي هو الجبس بطبيعته ولا باز دو ناتشورال ولا باز ناتشورال دونك دو بريفيرونس نزيدوا معاها كتوش نتاع لي بلانت دانتيريور ولا لي بلانت ارتيفيسيال اللي لي بلانت هذوك ان شاء الله تنعملوا لهم حصه كامله معاك نعملوا لهم حصه كامله نشوفوا بالحق وين نجموا نحطهم خاطر مش في اي بلاصه نجموا نحطهم هكا ولا بطبيعه الكوان فيد ما لقيتش مثلا ما تحط فيها ديما نميل انا الكولور فيرت نتاع الناتور هو اصله راهو الكولور فير في حد ذاته هو راهو يرتح الاعصاب هكا ولا معناها كي تشوف هكا حاجه هو ينقولوا احنا الطبيعه ديما راهي تهدي الاعصاب العبد كي يحب يرتاح وين يمشي يمشي على الطبيعه هكا دونك طرفه نظيفه ولا يشم طرفه هو اللي يحب يدخل لدارو باش يرتاح هذاك علاش قلنا احنا باش ترتاح انت في دارك دونك تو بريفيرونس عن اكتوش هذيك نتاع الناتور اللي كي تغزر لها تلقاها مزيانه على الاخر وترد شكرا لك الهام على الايضاحات شكرا لك على ليزاستيوس اللي قاعده كل مره تعطينا فيهم وانتم زاده ساده المستمعين اذا كان فاتتكم الحلقه تلقاوها على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه تفهم شكرا لكم اعزائنا المستمعين مره اخرى كنت معكم اروى غيد كوتي ميكرو ونرجعوا لرحيان في صباح الحياه يا قيروان ما بين ميزان